هلو جايز، ازيكم يا حلوين طلاب الصف الاول الاعدادي؟ مبروك عليكم ونجاحكم واجتيازكم للمرحله الاولى من حياتكم. ان شاء الله احنا بنبتدي بمرحله جديده مع طبعا شكل جديد للامتحانات. احنا بنكبر واليونتس بتاعتنا كمان مختلفه تماما عن اللي انتوا درستوها في المرحله السابقه طول الكام سنه اللي فاتوا. اليونت الاولاني سهل جدا ومفهوش اي صعوبة خالص، وهتحسوا ان الدنيا لذيذة. اول يونت بيتكلم على my family and me، عيلتي وانا. كلنا عارفين المفردات بتاعتها، مش هتكون صعبة عليكم حبايبي. انتوا كلكم المفروض معاكم الكتب الخارجية وتقدروا تطلعوا على الكلمات. انا هنا بس هديكم النوتس بتاعتكم المهمة، اهم النوتس، وكمان هشرح لكم الجرامر. اما الكلمات تقدروا تطلعوا عليها من الكتب اللي معاكم. تمام، يلا بينا بقى نبتدي. اللانجوج نوتس، اول كلمه معايا كلمه is called. is called بمعنى يدعى او يسمى، يدعى او يسمى. دي نوتس من الكلمات المهمه اللي هتجيلنا كتير قوي في التشوز. on Fridays، on Fridays. on بتيجي مع ايام الاسبوع على عكس in مع شهور السنة. on Fridays معنى كلمة Fridays، يعني انا حطيت هنا اس على كلمة Friday، معناها كل ايام الجمعة في السنة، يعني ما تخصش يوم جمعة واحد بس، لا بتخص كل ايام الجمعة بتاعت الاسابيع كلها. كلمة but، الحرف but معنى ولكن، بمعنى ولكن. but جملتين عكس بعض، بقول حاجة وعكسها، ده ولكن ده. or او للاختيار ما بين حاجتين، قدامي الاتنين وبختار ما بينهم. كلمة and بمعنى و، ودي بضيف منها معلومة، بضيف معلومة. go love like، go love like، اي فيرب من التلاتة اللي قدامكم دول بيجي وراهم فعل في اي ان جي، وده هقوله لكم دلوقتي حالا في الاكسرسايزز ان شاء الله في فيديو تاني، بس هقولها لكم باكزامبلز هنا بسيطه. my grandmother is called هدى، جدتي، جدتي مامت ماما، is called هدى، تدعى هدى، اسمها هدى. بتيجي كلمه called بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. I play basketball on Fridays. أنا بلعب basketball، بلعب كرة السلة في أيام الجمعة، كل أيام الجمعة أسبوعيا، بيكون يوم إيه؟ الجمعة. I don't like football. أنا ما بحبش الفوتبول. But I like music. جت هنا but بتربط ما بين جملتين الاتنين عكس بعض، ما بحبش حاجة بس بحب حاجة تانية. Let's play football or basketball. يلا بينا نلعب كرة القدم او كرة السلة، او يعني يا ده يا ده، ده او ده. I'll play football and basketball، يعني انا بلعب كرة القدم وبلعب كمان كرة السلة، يعني الاتنين بلعبهم عادي. الواضح المعنى واضح يا حبايبي. but جملتين عكس بعض، جملة منفية وجملة مثبتة. or حاجتين عكس بعض من الكلمات، ده او ده، المعنى بتاعها سهل واكيد سلس بالنسبه لكم. I play football، بلعب ده وده، بضيف معلومه للجمله. I go swimming on Mondays، خلاص انا قلت لكم on و Mondays قصتها فوق. go الفيرب go بيجي وراها الفيرب في ing. حبايبي انا قلت هنا go love like، الاتنين دول بيجي وراهم فيرب في ing، وكمان اقدر احط وراهم اسم وبرضه بيفهمنا المعنى. I love football matches، انا بحب كرة القدم، متوشة كرة القدم. I love watching football matches، الاتنين بنفس المعنى، بس هنا اقدر احط ورا love noun، وهنا احط ورا love verb في ing، والاتنين بيديني نفس المعنى. يلا نكمل. have بمعنى يملك، وبيجي وراها دايما الشيء المملوك. have ايه؟ يعني بملك ايه. وهنا عشان بتكلم على الفاميلي، فانا هجيب لكم مثال عن عدد الاخوة او عدد ولاد العم او ولاد الخالة.
ايا كان منهم يعني، احنا بيبقى عندنا كذا حد منهم فبعدهم، فبقول عندي ها تو مي الاتنين واحد. بس اللي هيفرق هنا الضمير اللي هستخدمه في اول الجملة، وده برضو هشرحه لكم في زمن المضارع البسيط. في زمن مضارع بسيط الاتنين هنا هفهمكم المعنى بتاعهم ايه. الاتنين واحد. ويتش هي اداة استفهام بستخدمها للتعبير عن الاختيار بين شيئين. ويتش أداة استفهام بستخدمها للتعبير عن إيه؟ اختيار ما بين شيئين. طيب تيك بلس مدة زمنية بلس تو بلس انفينيتيف. على فكرة تو دائما وأبدا بيجي وراها الفعل في المصدر. تيك بمعنى يأخذ، وهنا بمعنى يستغرق لما أحط الترتيب ده زي ما قلتلكوا كده. تيك بعد مدة وتو والمصدر هي وراء إيه؟ يستغرق. So that بمعنى لكي. So that بمعنى ايه؟ لكي. Plus subject pronouns plus can or could plus infinitive بمعنى لكي. ده ترتيب الجملة بتاعتي ولازم تكونوا حافظينه كويس. So that بمعنى لكي هيجي وراها فاعل سواء كان اسم او ضمير، بعد كده هيجي لي كان او كود على حسب زمن الجملة. لو في زمن البريزنت زمن المضارع هتبقى كان، لو زمن الباست زمن الماضي هتكون كود. بعد كده هيجي وراهم هما الاتنين الفعل في المصدر. تمام ماشي. كلمة جيمانيستكس من الكلمات المهمة واللي دايما بنتلخبط فيها. كلمة جيمانيستكس هي كده كلمة كده مش جمع، هي كلمة مفرد لا تعد. شكلها شكل الجمع لكن هي مش جمع، بتعامل معاملة المفرد. يبقى أنا هقول هنا جيمانيستكس is or are. ها excellent is gymnastics is. يلا نكمل بقى examples. I have three cousins. أنا عندي three cousins. النوتس اللي وراها الاكزامبل اللي عليها بقى. This bag belongs to him. هذه الشنطة تخص هو. حطيت s عشان this bag مفرد. Which بمعنى أي. قلتلكوا بستخدمها للاختيار. Which of the two boys helps his mother. أي من الاتنين الأخوات الولدين دول بيساعد مامته. مين فيهم بيساعد مامته؟ I talk اللي أنا قلتلكوا take هنا جت talk عشان past ماضي. I took 2 hours أنا أخدت ساعتين to do my homework عشان أعمل الهومورك بتاعي. I took 2 hours to do my homework. يبقى أنا خدت 2 plus مدة زمنية اللي هي 2 hours plus 2 لكي أو عشان do verb في infinitive. I took 2 hours to do my homework. حبيبة eats healthy food. حبيبة بتاكل أكل صحي. So that لكي ها لكي ليه يعني. الجملة اللي ورا so that على طول بتفسر لي المعنى اللي قبليه. هي بتاكل اكل صحي ليه؟ لكي ايه بقى؟ she قلت لكم ان so that بيجي وراها subject ضمير or اسم اي كان الاسم. she can stay strong علشان تبقى قوية عشان تفضل قوية. الجيمانيستكس قلت لكم ان بيجي وراها is عشان اسم مفرد وبتعامل معاملة المفرد لا تعد. gymnastics is my favorite sport. الألعاب بتاعت الجيم هي رياضة مفضلة. جينا بقى لوقت وقت البرونونز. شرح البرونونز. البرونونز ليها أنواع. بصوا كده نمبر 1 2 3 4. السبجكت برونونز أنا اللي ببتدي بيها بتيجي في أول حاجة في الجملة. ما ينفعش الجملة بتاعتي تستغنى عنها لأن أنا هقول حاجة مجهولة مستحيل. طبعا هقول هو هي انا نحن انت they هم، وكمان بتكلم على غير العاقل واقول it، فطبيعي الجملة بتاعتي لازم يكون موجود فيها حاجة مفهومة بتكلم عن مين. subject pronouns. اما الobject pronouns وده ضمائر المفعول. من كلمتها هي ضمائر مفعول، يعني بتيجي رقم 3 في الجملة، بتيجي بعد حرف جر او الverb. هي ضمير المفعول بتاعه him she her it
I, me. We, us. You, you. They, them. أما الـ Possessive Pronouns والـ Possessive Adjectives الاتنين دول ضمائر للملكية. الـ Possessive بمعنى ملكية، بس أنا عندي صفات وعندي ضمائر. صفات الملكية اللي هي بيجي وراها اسم شيء مملوك، أكيد أنتوا سمعتوا قبل كده كتير جدا: My pen, my book, his book, his pen. مفهوم الفرق ما بينهم؟ His pen يعني قلمه، her pen قلمها، its milk اللبن بتاع القطة مثلا، my pen يعني قلمي، our pen قلمنا كلنا مشتركين في قلم. your بتخص حاجتين، ممكن المفرد وممكن الجمع. your pen يعني قلمه، قلمك انت. your pens قلمكم، اقلمكم يعني باللغة العربية. there هما وبرضو بيجي وراها اسم الشيء المملوك، اسم الشيء المملوك. تمام كده. اما الـ possessive pronouns ضمائر الملكية، ودي بتكون موجودة في اخر حاجة في الجملة، بعدها هنحطه على طول full stop، بنهي الكلام. وبتكون برضو بنفس معنى الـ possessive adjectives، صفات الملكية، صفات الملكية. ضمائر الملكية نفس معنى صفات الملكية، بس دي بتكون موجودة في نهاية الـ sentence، في نهاية الجملة. his تبع هي، hers نفس اللي انا عملته هنا، حط هنا لي اس ويبقى هو، بس الفرق ما بين دي ودي بتيجي في نهاية الجملة، بيكون وراها full stop، ما بقولش اي حاجة، بكون فسرت الكلام في بداية الـ sentence، في بداية الجملة. his hers mine ours yours theirs. بعديها زي ما قلتلكو بنهي الكلام. والسؤال عن ضمائر الملكية بستخدم هوز وبيجي وراها اسم الشيء المملوك. هوز باج از ات، لمن الشنطة تكون؟ فممكن اجاوب عليها بشكلين، بقول this bag is hers، جت فيها اس اهي وبعديها الفلسطوب اللي بقول لكم عليها. ممكن اقول this is her bag، this is bag، واحط وراها her، واحط وراها ايه ضمير الملكية، احط وراء الشيء المملوك. طيب في نفس اليوم اتكلمنا على present simple tense، على زمن المضارع البسيط. حبايب قلبي، من بداية معرفتكم بالانجليش وانتوا بتدرسوا الزمن ده، زمن سهل وبسيط، وحتى تطبيقه كمان مفيش اسهل منه. احنا بنستخدمه للعادة الثابتة والحقائق، عادة ثابتة وحقائق. هنا بقسم الضمائر لجزئين، جزء الـ he والـ she والـ it والـ I والـ we والـ you والـ they. he والـ she والـ it بحط للفيرب بتاعهم s or es or ies. أما الـ I والـ we والـ you والـ they الفيرب بتاعهم بيكون في المصدر من غير أي إضافات، من غير s es ing، من غير أي حاجة خالص. وأنا هنا حطيت لكم أنه بيستخدموا عشان تكونوا عارفين يا حبايبي أن لأي زمن بستخدم له اتنين، بستخدم له فعل مساعد helping verb، بنفي بيه الجملة او احطه في السؤال، يا يكون في اول السؤال بسأل عليه بهل، او يكون بعد اداة الاستفهام وبرضه بيبين لي زمن السؤال. يبقى كلمة do لو جت في اول السؤال بمعنى هل، طبعا لازم بيجي do وراها I او we او you او they، اي حاجة من دول، لان دول لازم مع الـ present simple احط مع الـ I والـ we والـ you والـ they do verb في المصدر. وممكن احط don't وراها الـ verb برضو في المصدر، don't يعني لا. اما الـ he والـ she والـ it بحط وراهم doesn't يعني لا، ويجي وراهم على طول الـ verb في I في الـ infinitive infinitive بيكون في المصدر بدون اي اضافات. برضو does بتتحط في السؤال علشان تمأكد المعنى. بحط اس حبايبي مع كل الفيربات، مع كل الفيربات بحط اس، يعني اقول place يعني الفيرب بيكون في اس، بيلعب. drink يعني يشرب، اقول he drinks، احط لها اس عادي. اما الاي اس ليها قاعدة، ان انا لو لقيت الفيرب بتاعي اخره x o s s c h s h
اي حاجة من الكلمات دي بحط له اي اس. الاي اي اس لو لقيت الفيرب اخر واي بشيل الواي واحط اي اي اس، بس ده في حالة ان لو لقيت الواي قبلها على طول حرف من الكونسنت، كونسنت اللي هو الحرف الساكن، لقيت قبل الواي حرف من الحروف الساكنة مش من الفاول، حرف من الحروف، هنا هحط اي اي اس، هشيل الواي واحط الاي اي اس لو الواي قبلها حرف من الحروف الساكنة، حرف من الحروف الساكنة. بصوا كده احنا عندنا سؤال طبعا في الامتحان هيجي اقرأ وصحح الكلمة اللي تحتها خط. انا عندي هنا does you like English، هل انت تحب الانجليش؟ ينفع you يجي معها does؟ طيب do she live in Cairo، ينفع do تيجي مع she؟ احنا مبهدلين الدنيا خالص، ها طبعا لا، do بتيجي مع you، اما does بتيجي مع she، يبقى الهي والشي والإيت بيجي معهم does، أما اليو والآي والوي والذاي بيجي معهم دو. وبكده احنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بس طبعا ما وصلناش لنهاية الشرح، هنكمل بفيديوهات تانية وان شاء الله هنزل لكم exercises كتير جدا على اليونت. اليونت دسم وكله أفكار وهيجي منه حاجات كتير قوي في الامتحان بإذن الله، وسهلة كلها. يا رب تكونوا فهمتوا، ذاكروا كويس اللي انا بقول لكم عليه، انا لخصت لكم اليونت في كام نقطه بسيطه باذن الله تجيبوا بيها الفول مارك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.